مساء الخير مشاهدينا الكرام، حوار جديد في من القاهرة، أهلا بكم. حقيقة احنا عندنا حوار رئيسي اليوم مع حضراتكم، بنتكلم فيه حوالين مستقبل العلاقات المصرية الإيطالية ومقتل ريجيني. المتابع للموقف بيرى أن هناك تصاعد في الموقف بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني والعثور على جثته على طريق القاهرة الأسكندرية من دون معرفة من الذي قتله حتى الآن. المتابع كمان بيرصد مجموعة من التطورات المتعلقة بهذه القضية. يوم الجمعة الماضي أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور، وبالفعل غادر فجر السبت الماضي. المتخصصين في هذا المجال بيقولوا أن ده إجراء طبيعي بين الدول، عندما يكون هناك نوع من التوتر في العلاقات بين دولة وأخرى بيتم استدعاء السفير للتشاور. ولكن الأهم أن قبلها كان في الوفد القضائي المصري في إيطاليا، أطلع الجانب الإيطالي على كل التحقيقات المتعلقة بهذه القضية. حقيقة كان معهم تقرير تقريبا 2000 ورقة متعلقة بكل التفاصيل وكل ما توصل إليه الجانب المصري، أطلع الجانب الإيطالي عليه. الأهم من ده أن في وجود أو مع عودة الوفد القضائي المصري، أعلنت إيطاليا وقف المباحثات وأعلنت استدعاء سفيرها للتشاور. وأعلن كمان رئيس الوفد القضائي المصري المستشار مصطفى سليمان، أعلن أن الوفد القضائي المصري أطلع الجانب الإيطالي على كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية. ولكن كانت في مطالب متعلقة بالسيادة المصرية، مطالب متعلقة بالدستور لا يمكن تجاوزها، اللي اتقال في هذا الإطار أن الجانب الإيطالي طلب تحليل محتوى الاتصالات الهاتفية لحوالي 1,000,000 مواطن مصري في المنطقة التي اختفى فيها الشاب الإيطالي ريجيني. وده طبعا كان ضد السيادة المصرية، واللي ده ما قدرش يقدمه الجانب الإيطالي، الجانب المصري أو الوفد القضائي المصري، وكمان ما وافقش عليه. كمان المتابع لهذه القضية بيرى أن هناك نوع من التسييس للقضية حتى داخل إيطاليا نتيجة الصراع الدائر بين رئيس الوزراء الإيطالي والمعارضة. وكمان بنتوقع أو بيتوقع المتابعين لهذه القضية أن يكون هناك نوع من المواقف أكثر حدة من جانب إيطاليا تجاه مصر، وعبر عن ذلك وزير الخارجية الإيطالي جنتلوني في خطابه أمام البرلمان الإيطالي، قال أن بلاده سوف تتخذ مجموعة من الإجراءات الحقيقة وصفها بالملائمة والفورية. طب ده كل التفاصيل المتعلقة بالقضية. إحنا النهاردة في من القاهرة بنحاول مع حضراتكم ما نتكلمش الكلام العادي اللي كتير جدا بنسمعه. ليه الجانب الإيطالي بيرفض نتائج التحقيق المصرية حتى الآن؟ أكيد في علامات. طيب الجانب الإيطالي قدم معلومات لمصر فيما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي ولا لأ؟ ولو كان قدم معلومات إيه الأدلة عليها؟ طيب ليه الجانب الإيطالي عنده نوع من الشعور بأن الإجراءات المصرية في هذه القضية بتتم ببطء أو ليس بالسرعة المطلوبة؟ طيب كمان المتابعين لهذه القضية بيقولوا أن الحوادث دي بتحصل في إيطاليا كتير جداً. رئيس الجالية المصرية تقريبا في إيطاليا بيقول إن الحوادث دي متكررة. إيه سر الاهتمام بهذا الشاب الإيطالي اللي قتل في القاهرة تحديدا؟ طب إحنا كمان في مصر حتى الآن ما عندناش إجابات واضحة مين قتل ريجيني حتى الآن. كل الأسئلة دي هنحاول مع حضراتكم أن إحنا نطرحها في هذا الحوار. الحوار ده هيكون بعد قليل. ضيوفنا فيه السيد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، وكمان الأستاذ حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ده الموضوع الرئيسي مع حضراتكم، أرجو أن تبقوا معنا فيه. ولكن قبله إحنا عندنا استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بدايتنا الملك سلمان بيغادر القاهرة بعد زيارة ناجحة لمدة 5 أيام. الملك سلمان بيقول منحي الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة تكريم لي ولبلادي. غادر الملك سلمان القاهرة اليوم الاثنين في ختام زيارته التاريخية لمصر. هي الزيارة الأولى له للقاهرة التي استغرقت 5 أيام، شهد خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة. الحقيقة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مطار القاهرة، وقبل مغادرته طبعا منحت جامعة القاهرة شهادة الدكتوراه الفخرية للملك سلمان بوصفه شخصية عالمية محورية له تأثير بالغ ومشهود في المحيط العربي والدولي. كمان طبعا حضراتكم تابعتوا الزيارة الناجحة، كان فيها الكثير من التفاصيل، هنحاول نتابع مع حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة في التقرير التالي. ابقوا.
في احتفالية تاريخية تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدكتوراه الفخري من جامعة القاهرة تقديرا لدوره وبوصفه شخصية عالمية لها تأثير بالغ في المحيط العربي والإقليمي. وفي كلمته أكد رئيس جامعة القاهرة جابر نصار أن تكريم أعرق جامعة المنطقة للعاهل السعودي يأتي لما حققه لأمته ولشعبه والذي يقف دليلا على أنه قام عربية وأممية. من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة مؤكدا أن المملكة العربية السعودية ستواصل دعم الجامعة لتقديم دورها العلمي في محيطها العربي. تكريم جامعة القاهرة للملك سلمان جاء في اليوم الأخير من زيارته لمصر والتي امتدت لخمسة أيام وشهدت زيارة إلى الأزهر الشريف ولقاء مع الدكتور أحمد الطيب ولقاء هو الأول من نوعه مع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقوصية. كما شهدت الزيارة توقيع على اتفاقيات وصلت قيمتها إلى 25 مليار دولار غطت العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية وإن ركزت على التنمية في شبه جزيرة سيناء وفيما سيتم إنشاء جامعة الملك سلمان بتكلفة 250 مليون دولار كما سيتم استكمال 17 تجمعا سكنيا. الاتفاقيات تضمنت أيضا إنشاء منطقة اقتصادية حرة في سيناء تتضمن ميناء بحريا وإنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلي بطول 61 كيلومترا بقيمة 50 مليون دولار وإنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا بقيمة 90 مليون دولار من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا. كما وقعت مصر والسعودية اتفاقية لإنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار منها 11 في شمال سيناء واثنان في جنوب سيناء حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية في التنمية. وكان من أبرز ما شهدته هذه الزيارة هو توقيع مصر والسعودية على اتفاقية لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال وأيضا إعلان الجانبين المضي قدما في إنشاء جسر بري يربط البلدين لما يمثله من نقلة في العلاقات الاقتصادية وأيضا للفرص التي يتيحها للبلدين. أهلا بحضراتكم مشاهدينا، للمزيد من المتابعة حول الزيارة التاريخية للعاهل السعودي للقاهرة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بسيادتك. بالتأكيد دكتور تابعت فعاليات هذه الزيارة التاريخية. الحقيقة المتابعين بيروا أن هذه الزيارة ضمت الكثير من الأحداث التاريخية التي تحدث لأول مرة والتي سوف تنعكس بكل تأكيد على طبيعة العلاقات المصرية السعودية. ما ترى أنت؟ يعني أعتقد بداية أن زيارة الملك سلمان لمصر هي زيارة مثمرة من كل الجوانب. نعم. يعني نظام إليها أنا أستطيع أن أقول أنها شراكة استراتيجية بالمعنى الكامل إذا صح التعبير. يعني إذا نظرنا إليها على المستوى السياسي مثلا نجد أن هناك تطابق في وجهات النظر حول معظم القضايا التي تم طرحها على القمة الثنائية بين مصر والسعودية. مثلا نظرنا إلى موضوع مثلا مكافحة الإرهاب نجد أن هناك تطابق في وجهات النظر بين مصر والسعودية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب وضرورة وجود آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمكافحة الإرهاب. هذا من جانب. من جانب آخر إذا نظرنا إلى القضايا العربية الراهنة سيدي الفضل كما تعلم هناك إجماع مصري سعودي على ضرورة القضاء على داعش في ليبيا. أعتقد هذا إجماع بين مصر والسعودية. أعتقد أيضا أن هناك إجماع على ضرورة مكافحة وعودة الاستقرار في اليمن. حضرتك كما تعلم المملكة العربية السعودية تقود التحالف العربي في اليمن ومصر عضو في التحالف العربي وبالتالي هناك تطابق في وجهات النظر بين الطرفين فيما يخص الأزمة اليمنية. أعتقد أن ما قيل أن هناك شيء ما في العلاقات المصرية السعودية كأنما كان يرمي إلى الأزمة السورية. أعتقد أن هناك تطابق حتى في الهدف بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية. يعني مصر والسعودية كما تعلم الهدف مشترك وهو بقاء الدولة السورية على قيد الحياة وعدم انقسام الدولة السورية. ربما اختلف التعاطي في التعامل مع الأزمة لكن يبقى الهدف واحد، إذن فالمصلحة واحدة بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية. أعتقد إذا نظرنا إلى موضوع آخر وهو موضوع تشكيل القوى العربية المشتركة أعتقد أن هذا كان محور هام من الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان
اعتقد ان الجانبين اتفقوا على ضروره بناء القوى العربيه المشتركه، ودعني اربط هذا بموضوع الجسر البلدي المزمع انشاؤه بين مصر والمملكه العربيه السعوديه. اعتقد ان هذا الجسر سيكون هام جدا فيما يتعلق ببناء القوى العربيه المشتركه، لان طبعا سيدي الفاضل القوى العربيه المشتركه هي قوات بريه بحريه جويه، وبالتالي انا اعتقد ان القوى البريه اعتقد ان هذا الجسر سيكون مفيدا جدا في الانتقال ما بين قارتي افريقيا واسيا عبر الدول العربيه. هذا من جانب. إذن إجمالا على المستوى السياسي أعتقد أنه كان هناك توافق تام في الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بكل القضايا السياسية. إذا انتقلنا إلى الجانب الاقتصادي، طبعا حضرتك ما أشرت تم تدشين 17 اتفاقية شراكة بين الجانبين، ربما كانت هناك اتفاقيات أعلى صوتا من غيرها، يعني مثلا إذا نظرنا إلى موضوع الجسر البلدي كما أشرت، أعتقد كان هذا محور اهتمام عالمي وليس مصري فقط، لأن طبعا كما تعلم تم ضبط بين قارتين على المستوى البلدي، يعني نحن نتحدث الآن عن الدول الإفريقية والدول الآسيوية ما الربط بينهما بريا، إذن هذا هو الجسر، وبالتالي أعتقد أن الجسر سيكون هام بالنسبة للاقتصاد المصري وبالنسبة أيضا للاقتصاد السعودي. حضرتك كما تعلم هناك من يعني عدة ملايين من الأفارقة تذهب سنويا إلى موسم الحج، أعتقد أن جزء من هذا الحج ربما يتم عبر هذا المنفذ البري، وبالتالي أنا أرى أن هذا الجسر هام جدا للطرفين. طبعا برضو في التقرير كما أشرتم موضوع تدشين مدينة سكنية في سيناء، يعني سيد الفاضل كما تعلم أن مرارا وتكرارا تحدثنا عن ضرورة تنمية سيناء. تنمية سيناء هذه الأيام يأتي من محورين، المحور الأول تقوم به القوات المسلحة على أكمل وجه في القضاء على بعض البؤر الإرهابية، الجزء الآخر يتحدث عن التنمية. أعتقد أن تدشين مدينة سكنية في سيناء إنما يعني تعمير سيناء، يعني كنا بين من قبل بضرورة تعمير سيناء، أعتقد أن هذا هو وقت تعمير سيناء بما يلغيه مثلا من إقامة مدن سكنية أعتقد أن سيكون بجوارها حياة متكاملة في سيناء. طبعا إضافة إلى ذلك إنشاء مدينة طبعا إنشاء جامعة الطور في سيناء، أعتقد أن هذا أيضا سيحيي العملية التعليمية كاملة في سيناء. هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى أيضا العسكري كما أشرنا موضوع القوى العربية المشتركة وضرورة أن يكون هناك تنسيق فيها بين مصر والسعودية باعتبارهم الدولتين الأكثر تأثيرا في المنطقة العربية حاليا فيما يتعلق بالقوى العربية المشتركة. هناك سيد الفاضل بعض الدول العربية الأخرى أعتقد مثل الجزائر مثلا بما لديها من قوة عسكرية وميزان عسكري قوي في داخل العالم العربي، أعتقد أنهم مرشحين لأن يكونوا نواة هذه القوى العربية المشتركة، لكن النيات الصادقة لا تكفي، أعتقد أن لابد أن يكون هناك تنفيذ على أرض الواقع فيما يتعلق بالقوى العربية المشتركة. طبعا كما تعلم المملكة العربية السعودية لديها خبرة سابقا مثلا ممثلة في قوات درع الجزيرة، لكن صحيح. ربما قوات درع الجزيرة ربما أنشأت في ظروف خاصة بها، من الممكن البناء على هذه الفكرة، يعني نبحث عن الأفكار العربية السابقة الأفضل منها ثم نقوم ببناء القوى العربية المشتركة. أشكرك جدا سيدي. أشكرك جدا دكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. طيب ننتقل مع حضراتكم إلى خبر آخر. وزير الخارجية بينوب عن الرئيس السيسي في أعمال